السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كدير لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه والسلامه لهنا، وباش ما تمنيتو ان شاء الله. خوتي اخواتاتي، اليوم جيتكم بواحد الفيديو اللي هو فاش شفتو انا بصح ماشي غير هذا الفيديو، شفت بزاف ديال الفيديوهات، ولكن ملي كنشوف بحال هكا يعني راه 100% كاع الفرق اللي حنا لاعبين معاهم راه مقصيين، حنا ديريكت للفينال، غير شوفوا مع من غنلعبوا في الفينال الله اعلم. كنشوفوا الناس هنا كيزيدوا 15 يوم 20 يوم شهر، حنا علم الله امتى شحال غيزيدوا لنا في البلاد، حيت كنشوفوا شي اماكن اللي هما الناس كيخرجوا عادي، شفنا الناس كيلعبوا مع البوليس بحال كيلعبوا معاهم قشقاش، يعني شي مخبي كدو الصافيت ولا القايد وسمي والمخزنيه، وهادي صافي الناس عاوتاني كتلقاهم كيخرجوا لبرا. خوتي راه ماشي المخزن كيجري عليكم حيت راه خايفين عليكم، راه خايفين على البلاد، خايفين على الوطن، خايفين على الناس اللي هما خايفين على رؤوسهم، اما نتوما اللي كيجريو عليكم وترجعوا من وراهم لبرا، راه نتوما كاع ما خايفين على رؤوسكم، عزاك ان هذوك يخافوا عليكم. اليوم الفيديو اللي شفت هو شفت واحد السويقه في اكادير اللي هي شنا سويقه عادي، غياب تام للسلطه، ما كاين لا مخزن لا عسكر لا البوليس، ما كاين حتى شي واحد، شناك السوق عادي بالبراحه ديالها، الناس غاديين خارجين، كاين اللي ما داير الماسك، كاين اللي دارو، المهم لا حول ولا قوه الا بالله، وصافي يعني هادشي اللي غنقول لكم انا. الناس الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم، راه هادشي راه ما فيهش ضحك، راكم شتو عارفين نتوما شحال كنا في الاول وشحال وصلنا في الاول، شنا راه غير جوج حالات في المغرب، وكنا كنضحكوا قلنا هانيه ما كاين حتى حاجه، الناس ديال برا هما اللي جابونا هذا المرض هذا، بصح ملي صحاب برا ما بقاوش سدوا عليهم الحدود، ما بقينا يعني ما بقى حتى واحد كيجي، ما بقيناش حنا كنجيو، ما بقى حتى واحد كيجي، وشنا المرض مازال كينتشر، وصلنا تقريبا 2300 وشحال، ما عرفتش شحال من وفاة، والحمد لله شنا اللي هما داروا يعني داروا الاجراءات اللي خصهم يداروا، ما فيهم حتى حاجه، وشنا عاوتاني عدد الوفيات، والحمد لله الحمد لله كنحمد الله ونشكره على بلادنا وعلى المجهودات اللي كديرها السلطات، يعني كامل جميع السلطات كنشكرهم، كما قلت لكم راه كنشكروا السلطات كاملين ديال سواء البوليس الجندارم المخازنيه العساكريه الوقايه اصحاب الاسعاف اصحاب الاطباء الممرضين الفرمليات كاع هادشي كامل كنشكرهم على المجهودات ديالهم اللي كيقوموا به من اجل الوطن ومن اجلنا، ان شاء الله كنتمناو وان شاء الله ملي كاع يتصايب يعني نرجعوا للامور كما كنتمناو، ان شاء الله يديروا اعاده النظر في هاد الناس هادو، يعني يزيدوهم شي حاجه ويجازيهم بعد على الاقل على الخدمه اللي قاموا بها من اجل الوطن. اليوم اخوتي كما قلت لكم راه الحاله غاديه وكتزاد، والله يحد الباس، راه بغيناكم ان شاء الله نشوفكم ونعاود نشوفكم ونتلاقاوكم، راه توحشناكم وبغينا نشوفكم، ما بغينا نفقدوا حتى واحد من حتى واحد، ما بغى يفقد واحد من عائلته من صحابه من خواله من الناس كامل اللي كيعرفهم والمغرب كامل، حيت اي واحد كاين هنا خصوصا الناس اللي ديال برا راه كيغيروا على بلادهم، والحمد لله ديما الرايه حمراء وديما المغرب في الدم، وما غاديش نسمحوا في الشبر ديال المغرب ديالنا ان شاء الله، وما غاديش نسمحوا في حتى شي واحد سميتو في المواطنين ديالو، راه كما شفتوا راه الناس تاع برا تا هما راه تعاونوا مع المحسنين باش يعني داكشي باش ما قسم الله داكشي على قدو عليه، ولكن حتى حنا كنشوفوا شي حوايج اللي ما كيعجبوناش وخصنا ضروري نهضروا عليهم، شفنا الناس كيفاش كتضربوا مع المخزن، هادشي خص ما خصهاش تكون، شفنا اللي تعدى على القايد، شفنا اللي كيسب فيه، شفنا كنتمنوا ان شاء الله باش يكونوا العقوبات بحال هادو لهاد الناس هادو اللي هما كيسبوا وكيضربوا في سميتو في الشرطه والمخزن ديال المغرب ككل، يعني شفنا هادشي وما خصناش نشوفوا، شفنا يعني ما شفناش حتى شي دوله اخرى اللي كتضرب اللي كضرب يعني المخازنيه ولا العساكريه ولا البوليس، يعني انت كيبغيو يحميوك كيقول لك دخل لدارك راه من الصالح ديالك ماشي على شي حاجه، وشنا هادشي ما عجبناش، وغادي نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا الفيديو وتضحكوا شويه، انا بعد هذا الفيديو هذا ضحكني حيت انا ما شفت لا امن لا حتى حاجه، ما شفنا الناس دايرين لي ماسك لا لي جو لا حتى حاجه، شفنا الناس كما الايامات العاديين مشاو للسوق تقضاو البراحه. طالو التقليك اللي باش تعرف بان راه اليوم الاربعاء
16 ولا ما 15 والله ما بقينا عاقلين كاع التاريخ، ابريل 2020 في تكادير، السوق ديال تكادير. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. انا غادي دايز دابا هرب بالطوموبيل وانا نوقف، بان لي هادشي وانا نوقف زعما لا اله الا الله. الناس كيبيعوا لي سميتو، الناس كيبيعوا لي ماسكات في السوق ب3 دراهم، هادشي ما خصوش يكون الاخوان. راه هذاك اللي باع عليك شوف منين جابها وفين هزها وحطات، ما راه يقدر ذاك الماسك اللي غتشري من تما يقدر راه فيه الفيروس اخوتي. كنتمنى ان شاء الله بحال هاد الناس هادو اللي كيبيعوا لكم بحال هاد لي ماسكات هادو في الاسواق في الزناقي، يعطيك شي واحد شي ماسك وديرو. هادي ما خصكش دير هادشي اخوتي، كاين اللي يبغي فيك خدمه، كاين اللي هو يكون مريض غيعطيك داك الماسك غيأذيك. راه خودي ما خصناش نتيقو في حتى شي واحد، خصنا نتيقو في ريوسنا، واي حاجه الا ما درتهاش وتاكدتها منا بالله راه كاينه، راه ما خصنيش نديرها اخوتي. الله يرحم والدين، ردوا البال ريوسكم وردوا البال لعائلتكم. وكاين دابا الناس، كاينين الناس اللي هما عائله يعني كيسخروا الراجل، زعما ملي كتسخروا الراجل هما متقنين باللي ما غادي هما ما غاديش يمرضوا ما حتى حاجه. راه داك الراجل غتصيفطو غيتقضى لكم ويجيب لكم المرضى ويجيب لكم داكشي للدار. وكنتمنى ان شاء الله يعاد النظر لهادشي، حيت ولا شي ولدهم كيسخروا تيوليو حتى هو يعني الدري باش يخرج هو يتسخر بوحدو كيخاف، ولكن ملي يصيفطو والدي وهادي كيمشي بواحد الراحه تامه، زعما راه ما خايف ما والو وكيجيب داكشي للدار. كنتمنى ان شاء الله هادشي ما يكونش، راه خصك كيما تخاف على راسك خاف على ولدك خاف على راجلك، راه هادشي ان شاء الله غادي يفوت بالسلام وغيبقى غير التعويض ان شاء الله. كنتمنى هاد الشيء هذا يفوت قبل رمضان، باش بغينا نشوفوا المساجد عامرين، بغينا نشوفوا التراويح، بغينا نشوفوا الناس توحشناهم، بغينا نخرجوا، بغينا نضحكوا. توحشنا نخرجوا من ورا الحريره نديروا شي دوره على برا، نمشيو نصليو التراويح ونرجعوا ثاني نبقاو في شي جرده. توحشنا نبقاو نتسناو السحور تيمتى غيوصل باش نتسحروا نمشيو نعزو عاوتاني الصباح، شي كيف يخدم شي كيف يدور شي كوتين عصا 12 اللي مقطوعه. كنتمنى ان شاء الله هادشي يفوت، حيت كاين شحال من واحد غيكون مقطوع في الدار ورمضان وكيفاش غيدوز هاد رمضان مع عائلتو وغيكونوا بزاف ديال المشاكل. كنتمنى ان شاء الله هادشي هادشي ان شاء الله يعني يلقاو ليه شي حل قبل رمضان. كنتمنى الشفاء للجميع ان شاء الله، الله يشافي الجميع، الله يشافي الجميع ان شاء الله. وخوتي ردوا البال لراسكم، كما تنقول لكم الله يرحم والدين، راه حنا كاملين راه كنخافوا عليكم راه كنبغيوكم وتوحشناكم كما قلت لكم. وكنتمنى ان شاء الله الجاليه هي تدخل المغرب وتلقى احبابها وتلقى خوتها وتلقى الصحاب كلشي، يعني اللي كيعرف شي واحد الله يخلي ليه الله يطول ليه في عمره ان شاء الله. الله يخلي لكم والديكم ويخلي لكم اعز عليكم، وطلعوا في والديكم وطلعوا لي في الناس الكبار اللي عنده جده ولا جدو في الدار يطلع فيه. ماشي يقول لكم راه المرض كيمشي للناس الكبار وتسمحوا فيهم، لا يعني انت الا قابلتي هاد المراه ولا هاد الراجل ومقابلو مزيان وخليتيه في الدار يعني ولبستيه وطليتيه فيه وعطيه يدوش وعطيه يغسل راه ما غادي توقع عليه حتى حاجه باذن الله، ولكن الا مشتي راه ضروري غادي يمرض. المهم خوتي ما نطولش عليكم، تبارك الله عليكم اخوتي، الله يرحم والدين. كنشكر المتتبعين ديالي وكنشكر الناس اللي هما كيساندوني سواء في الخاص سواء في اليوتيوب سواء في الفيسبوك ولا الانستغرام ولا في واتساب، يعني الناس كاملين اللي كيساندوني وكيقولوا لي زيد قدام راه حنا معاك وهذه كنشكركم. الله يحفظكم اخوتي.